بخلال الحرب بطبيعة الحال كان في شركات طيران هي عملت تقييم أو تقييم للمخاطر يعني ريسك أسسمنت للمطار. ببداية العدوان كان في بعض الشركات بعدها عم تسير رحلات، من بعد فترة من بدء العدوان وقفوا أو علقوا رحلاتهم من وقت المطار. انحصرت الرحلات بالنقل الوطني، شركة طيران شرق الأوسط كانت عم تاخد ركاب من وقت لبنان، بالإضافة إلى رحلات المساعدات الإنسانية اللي كانت عم توصل. كان في معلومات أنه أنا عم المطار رح يكون محيد وما حيكون في استهداف للمطار، بس ولكن ما فينا نحكي عن أنه والله كان في ضمانات خطية أو كان في شيء جايينا نحن تبليغ للمديرية العامة أنه والله لا المطار. مشان هيك نحن كنا بنرجع بقول في تقييم للمخاطر بينعمل، وعلى أساسه الشركات بتقرر إذا بالاستمرار بتسيير الرحلات من عدمه. فأكيد وقت اللي صارت تقرب الضربات على المطار، نعم في موصفين بلشوا يحسوا أنه الطريق لحتى يوصلوا إلى المطار ما عم تكون آمنة، ولكن الحمد لله يعني بالتضحيات اللي تقدمت من جميع العاملين بالمطار، من أصغر موظف إلى جميع الإدارات الرسمية العاملة، سواء نحن كمديرية عامة للطيران المدني أو الأجهزة الأمنية، الشركات، المستثمرين، جميع العاملين بالمطار، التضحيات اللي قدموها بسبيل الحفاظ على استمرارية تشغيل هالمرفأ 24/24، كلها التضحيات أثمرت بالنهاية أنه لا المطار تابع التشغيل على مدار 24 ساعة لحين قرار وقف إطلاع النار. جهاز أمن المطار هو عدة وحدات، من ضمنها في الجيش اللبناني ضمن الوحدات التابعة لجهاز أمن المطار في المطار. طلب من الجيش القيام بإجراءات إضافية اللي هي تتعلق بتفتيش البضائع الداخلي إلى البلد قبل تسليمها إلى أصحابها. هذا الإجراء الإضافي اللي عم ينعمل. باقي كل شيء أكيد نحن الإجراءات الأمنية المتبعة بالمطار من سنين هي. من بعد قرار وقف إطلاق النار بدأت شركات الطيران بالتواصل معنا. في شركات حددت فعلياً أمتى رح تبلش تسيير رحلاتها، في شركات لا تزال بعدها عم تعمل تقييم للوضع قبل معاودة تسيير رحلاتها من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي. عدد الوافدين خلال العدوان كان عم بيكون باليوم الواحد بالألفين 2500 راكب. من بعد قرار وقف إطلاق النار دل شوي الرقم عم بيزيد وإنما بشكل قليل. هلأ تقريبا صاروا القادمين باليوم الواحد عم بيكونوا بحدود 5000. أهم مشروع الاستحداث الممر السريع الفاست تراك لركاب البزنس كلاس والفيرست كلاس بلش هذا المشروع استؤنف. هلأ من المتوقع بحدود 8 أشهر رح ياخد وقت. فوايد هالمشروع شو هي غير أنه هو ممر لركاب المغادرين درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى كامتياز لهالركاب اللي عم يدفعوا ثمن تذكرة كتير مرتفع، هو رفع القدرة الاستيعابية للمبنى الركاب الحالي. يعني رح يأمن لنا تقريبا قدرة استيعابية إضافية بحوالي 1,000,000 راكب. هيدا الهدف الأهم من هالمشروع، إنه نحن كيف نوسع المطار بطريقة غير مباشرة بنفس التيرمينال الموجود هلأ، وإنما بإعادة تموضع استحداث ممر جديد للركاب من شأنه أنه يرفع القدرة الاستيعابية للمطار بحوالي 1,000,000 راكب. متوقع مثل ما قلت لك من هلا 8 أشهر تقريبا أنه يتم افتتاح هالجناح هذا الخاص بالخدمة السريعة. اللي بنتمنى أكيد يكون أعياد ميلاد وراس السنة، إن شاء الله بيكون أعياد مجيدة، ونتمنى كل الخير للبنانيين.